اهلا بكم حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. ومحمد النهارده ان شاء الله هنعمل فول مدمس بس بالقوطع، جميل جدا. ادي معايا الفول، معايا طماطم بتاعتي، بتبقى عندي فلفل احمر اللي هو العادي مش حراق، عندي فلفل برضو حراق احمر او اخضر، ثوم، ربع معلقه صغيره ملح ليمون، ربع معلقه صغيره، ان شاء الله هتعجبكم جدا. انا دلوقتي الزيت بتاعي سخن، انزل بالبصل. بسم الله الرحمن الرحيم، جربوا برضو الفول دوت. بسم الله الرحمن الرحيم، هتعجب الفلفل يا دوبك، بس لفه بسيطه كده، تقليبه واحده كده كده. بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لان انا عايزه احس بطعم الفلفل مش متحمر. يا دوبك كده تقليبه كده بسيطه. بسم الله، وهنزل بالطماطم بتاعتي. نزلنا بالطماطم اهي، وهسيبها لما تدبل ونشوف هنعمل ايه ان شاء الله. كده خلاص التطبيقه بتاعتي اتعملت، هنزل بالفول. بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه بابريك، طبعا ما ننساش الكمون. بسم الله، كمون، شويه فلفل اسود صغيرين جدا اهم، شويه فلفل اسود، طبعا الملح بتاعنا. بسم الله، الملح بقى ده انت براحتك، انا هحط على دول كده معلقه كده كفايه جدا ان شاء الله. ادي شويه زعتر صغيرين قد ايه، هعملهم كده بايديا عشان ريحته الحلوه تطلع كده، وهحط له برده شعره قرفه. شوفوا مع بعض ان شاء الله. كده خلاص طفينا على الفول بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله. بسم الله، وادي الفول خلص في ثواني، ما خدش وقت، وادي البتنجان المخلل ريحته مش قادره اقول لكم، جميله جميله جميله. يا رب النهارده تكون الوصفه بتاعتنا السهله الجميله دي عجبتكم، وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات بسيطه وسهله.